السلام عليكم البنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم حتى خير يا ربي. كي كتشوفوا اليوم غنوجدوا ملي سالا فصل الصيف ضروري مع البحر البنات، كيبقى كي كلشي كيكحل ليكم، وهذيك الحموريه اصلا تتحمروا، ومن بعد هذيك الحموريه تترجع بالزرقيه للرجلين ولا اليدين ولا الوجه. انا شخصيا واخا كندير لي كحول البنات لوجهي كتشد فيا الشمس، والله الا كتشد فيا. وانا غنشارك معكم هذه الوصفه، الصراحه هي كتبان من اول استعمال ماسك خطير البنات، كنتمنى نجربو. كي كتشوفوا شوفوا الشمس، الا شفتوا هاد لاطراس ديال واحد البراسلي كي كتشوفوا مع البحر ولا ديال، يعني راه ها نتوما كيبقى لاطراس البنات. اليوم العنصر الاساسي ديال هاد الماسك هي بيافين البنات، بيافين غير ديروها لوجهكم ما تخافوش منها، حيت كاينين الناس كيقولوا ما مزياناش الوجه البنات. هي اصلا ديال، راكم كتعرفوا ديال الحريق، الا تحرقتي في الفران ولا شي حاجه كيستعملوها كتحيد لاطراس، وهي ما ديروهاش غير تحت العينين حيت عندنا الجلد رقيق، ما ننصحكمش ديروها. اما هي انا كنقول كنوعدكم ديروها، ما كاين فيها حتى شي ضرر. بالنسبه للبنات المكونات، غنبداو بالوجه، الوجه الدهني البنات تقدروا ديروا غير شويه ديال بيافين مع شويه ديال الحامض. الناس اللي ما عندهمش حساسيه راها كمبيض كتجي خطير صراحه، كترطب وكتبيض الوجه. بالنسبه لانا عندي حساسيه ما غنديرهاش، اول حاجه غندير شويه ديال جهد شي معلقه بحال هكا، ديال البومادة هذه بالنسبه للوجه اللي كيكون ناشف ماشي ميدم. انا البنات غنزيد على هذا الماسك، هذا ماشي ضروري ولكن الا كان عندكم مزيان، فيتامين او حتى هو كيعطي نضاره للوجه. غندير غير واحد حيت هذا مركز، غندير غير واحد شويه. وعندنا الموارد، يستحسن الموارد البنات يكون بيو ما يكونش هذاك الصناعي. وعندنا النشا، النشا حتى هو راه كيبيض كي كتعرفوا. صافي كنحاولوا هاد الخليط يكون ساجم ليكم مزيان. وكتبداو البنات، غنوريكم في ايدي بحال هكا غديروا على الوجه ديالكم. البنات غير تبعوه وغادي تشوفوه، هو راه النتيجه ديالو من اول استعمال، من اول استعمال كتبان صافي. وكتبداو بحركه دائريه في الوجه ديالكم بحال هكا، تخليوه غير شويه ينشف. ملي ينشف ليكم بحال غيبدا يدير غينشف، وغتبداو تفركوه هكا، غتلقاو هذاك الشيء كيتفرتت كيخرج. مهم انا معاكم وغنوريكم اللي غتنشف، غنوريكم الطريقه اللي غتستعملوها في الوجه ديالكم. وكنتمنى البنات تجربوه في هذا الوقت، راك عارفين حنا يلا خرجنا من فصل الصيف، تجربوه وغتجربوه وغتدعيو معايا. صافي البنات، انا باقي ما نشفتش ليا، ولكن بغيت نوريكم حيت ما عنديش الوقت صراحه.
عندي شي غرض ميتر وكتبداو على الوجه ديالكم بحال هكا. هذا حيت باقي ما نشاف صافي. كيبدا داكشي بحال كتديروا قماش. انا غنغسل ايدي وانا مخليتوش زعما شي مده كبيره وغادي تشوفوا النتيجه. هاد الماسك البنات يستعملوه حتى العريسات، كيليق حتى المناطق الحساسه، كاين كيليق للرجلين، اي بلاصه جاك فيها الشمس وبغيتي تبيضيها. وتقدري ديري ماسك ديال الجسم وديري فيه شويه ديال بيافين وغتشوفوا النتيجه. كنتمنى البنات تجربوه الصراحه حيت رائع رائع واعر هاد الماسك، سيرتو حنا خارجين من هاد الفصل الصراحه. هذيك كاع هذاك البرونزاج كيرجع لكم بالزروقيه وبالكحوليه. البنات ما تنساوش ما ديروش المحيط ديال العين، راه العين حساسه. شوفوا البنات الا لاحظتوا قلت لكم قبيله كيتقشر، راه بحال هكا ملي كتخليوه ينشف كيخرج لكم هذا الشيء بحال هكا. هذاك النشات هو بحال كيتقل لكم الماسك وكيخلي الا لاحظتوا كتقوميو به الوجه ديالكم وكيبدا داكشي كيتفرتت الصراحه. وغتلاحظوا النتيجه وانا عارفه غدعيو معايا البنات. البنات ملي تجربوه وغتخرج لكم النتيجه غادي غتعرفوني علاش كنهضر، زعما ما كنبغيش انا شي حاجه ماشي واو ونبقى انا نشكر لكم فيها وهذا نبقى نكذب عليكم. وداك الشيء هذاك الحوايج اللي انا كنجربهم وكيبانوا لي مزيانين هما اللي كنبغي نشارك معاكم، حيت كاينين شي وصفات صراحه نجربهم وما ما كيصدقوش ما كيعطيوش هذيك الفعاليه اللي كي كتشوفي وكيبقاو يقولوا بزاف الحوايج. قبل ما تكون عندي القناه صراحه كنجرب حتى انا كنجرب هذاك الشيء وما ما كيصدقش. وكنتمنى تجربوه وتردوا عليا الخبر. انا غسل ايدي ونتلاقى. هانتوما البنات شوفوا النتيجه، شوفوا هنا معاك كنت كن ملي كنت كندعك فيها بقى فيا الحموريه حيت اليدي بقى ما برداتش. شوفوا هنايا هاد المنطقه ما بين الصبعان كيولات الى لاحظتوا. هانتوما كيبيض البنات الصراحه والله حتى كيبيض. وتقدروا ديروا حتى اللحم ديالكم البنات ما نطولش عليكم. كنتمنى تجربوا هاد الوصفه ما تفلتوهاش، بالخصوص البنات المقبلات على الزواج ولا هذا عندها خطوبه وداك الشيء راه غادي ينقي لك وجهك. ووصلنا لنهايه الفيديو، الى الفيديو القادم ان شاء الله. خليتكم على خير.